لكن معانا دلوقتي برضو يعني صور حصرية لينا داخل غرفة المحاضرات، ويعني المحاضرة الفنية للاعبي النادي الأهلي قبل انطلاق المباراة النادي الأهلي مع زد. دي صور داخل النادي الأهلي، فيديو معانا، ودي المحاضرة قبل انطلاق المباراة او قبل عمليات الإحماء. دكتور سعد، طبعا بالتوفيق للاعيبه النادي الاهلي النهارده. بصراحه برضو التطور على القاعات في النادي الاهلي هو المبنى بتاع النادي الاهلي، تطور القاعات والشكل بتاع ده، تحس ان ده فريق اول. ما ده اللي كان بيتكلم عليه كابتن حشيش، البنيه التحتيه، ازاي الاهتمام بقطاع الناشئين، ملاعب وغرف ملابس وغرف محاضرات ومطاعم وكل الامور دي. هو احنا بنقول دايما، انا بقول دايما بصراحه بالنسبه لي ان النادي الاهلي احسن قطاع ناشئين في مصر. ازاي احسن قطاع ناشئين؟ مش بالكلام بس، انت بتحسبها اول حاجه، شوف البنيه التحتيه، شوف الملاعب، شوف النهارده الناس بقت بتعرف اسماء اللاعب وهو مواليد 2006 و2005 و2008. اللعيبه باين عليها التركيز، قاعده كله يعني مركز.